مرحبا شباب، يعطيكم العافية. معكم جاك سريان من ميوزك جير. اليوم راح اشرح بالفيديو عن الميدي اذا في حال بدي اوصله على البي سي. اول شغلة اكيد بدنا يا كابلين ميدي ان اوت، اما الكابل دي مثل هيدا تي او جي. اوكي، تاني شغلة بدنا نعملها بنفوت على الجلوبال ميدي جنرال كنترولز. جنرال كنترولز عنا اللوكال كنترول، هيدي وقت بدنا نكبسها تما يطلع الصوت الاورج، يعني تما يطلع الصوت اللعب اللي عم يطلع من هون مش الميدي اللي انا منقيه، بنكبسها. وفينا نعمل بريساتات اكيد، يعني انا عامل بريساتات ليون، مثلا تاني بريسات انا عاملها لكذا شغل هلا بقلكم اياها. الميدي ان هون بنخلي كلهم مثل بعضهم، ما بنبدأ بالسيتينجز. بيرجع عنا ميدي ان تشانل. اوكي، الميدي ان تشانل اجمالا تجي على هالتالي للسيكونسر ل 16 تراك. نحن اللي لينا نعمله نطفيهم كلهم، اول 8 تراك طفينا، اول 8 تراك، ثاني 8 تراك هن للايقاع، اذا بدنا نركب ايقاع عندنا 8. نحن رقم 9 هو بيكون للبيز. هلا بترجعوا بتشوفونا على صوره واضحه، بيز. رقم 10 بيكون درامز، رقم 11 بيكون بيركشن، رقم 12 بيكون اكومبانيمنت 1، اللي بعدها 2، اللي بعدها 3، 4، 5. هيدا واضح قدامكم. هيدي الليست مثل ما هي بتحطوها كرمال تحصلوا على الاصوات الموجوده بالايقاع. من بعدها في عنا ميدي اوت تشانل، بنطفيهم كلهم، بنخلي بس الابر 1. ليه الابر 1؟ لانه الابر 1، واكيد بدنا ننتبه قبل ما نكمل الفلتر، بدنا نكون مطفيين الميدي اوت هولي. اوكي، لانه هولي عاملينهم للشرق. الميدي اوت تشانل اخذنا ابر 1 تنستعمل من الكيبورد، بانه نحن مسكرين الميدي كرمال ايقاعاتنا. بناخذ الابر 1 تيبعت ميدي للبي سي. فبنطلع نحن لبرا نعمل ميوت للثلاثه لور والابر 3 وال2. ال1 بنقيه صوت بيانو، صوت بيانو شركه. اوكي، اهم شيء ما يكون عليه سيتنجز، ننتبه ما يكون عليه سيتنجز ريليز ما ريليز، يعني مثل هولي فينا نعمل لهم ريسيت اول تراك، بيصفر كل شيء سيتنجز تا ما يكب لبرا، يكب يبعت ميدي غلط. هيك بهالحاله صار فيني دق، انا اكيد ما حيطلع صوت لانه مش واصله هلا على الكمبيوتر، بس اذا هونيك على الكمبيوتر حاطط شانل 9، يعني عم دق بيز، ببين معي من هون. نحن نقينا درامز 10، بيركشن 11، بيز 9. مش نحن لقيناهم لانه هن بالميدي الجنرال هن بيجوا هيك. الاكومبانيمنت 11 هو الواحد، هو 12 13 14 15 16. اي صوت بنقيه قدامنا رح يبين عنا انه بنلعبه، يعني اذا لقينا تشانل 9 رح يلعب بيز، اذا لعبنا هون رح يطلع البيز، اذا لعبنا هون ونقينا هونيك تشانل 10 رح يطلع درامز، اذا لقينا 16 رح يطلع رقم 5 اكومبانيمنت 5. اوكي، هيدا بالنسبه للميدي، وان شاء الله برجع بعمل فيديو وموسع اكثر كيف بركب ايقاع، بفرجيكم على الكمبيوتر اكثر واكثر. بس هيدي كرمال للي عم بيسال كيف طريقه نوصل ميدي. ميرسي لكم.